السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل الكلاس URL. URL is an acronym for Uniform Resource Locator and is a reference يعني an address to a resource on the internet، يعني أنها يمكن أن نعتبرها مثل الأدرس إلى مكان يحتوي على معلومات، مثلا موقع. هذه مثلا URL، تلاحظون أنها تؤدي إلى الفايل index.html، هذا اللي يحتوي على المعلومات. عندما نكتب هذه الـ URL في البراوزر حتؤدينا إلى الفايل index.html، والذي سيقوم بعرض محتوى هذا الفايل. في هذا الـ URL حيكون عندنا في البداية البروتوكول المستعمل، ثم الـ resource name يعني الأدريس للكمبيوتر، ثم هنا هذا يعتبر البورت، البوابة اللي نستعملها للدخول على السيرفر، ثم اسم الفايل اللي هيقع فتحه. هناك العديد من الكونستراكتورز اللي يمكن نستعملها، مثل URL بين قوسين هنضع إذا عنوان الـ URL. بيمكننا أيضا نستعمل كونستراكتور ثاني يقوم بتحديد أولا البروتوكول المستعمل، ثم الهوست نيم، ثم البورت والباث إلى الفايل اللي هيقع فتحه. فيه كونستراكتور آخر، بروتوكول نيم، الهوست نيم، ثم فقط الباث للفايل اللي نريد أن نستعمله. كل هذه الكونستراكتورز يمكن أن ترسل إذا exception اسمها malformed URL exception، لذلك يجب أن نستعمل ال try وال catch لكتابة الكود. هنا مثال لاستعمال URL. إذا عندي class proc2، داخل هذه الكلاس إذا المين method، وعندي إذا إنشاء URL u يساوي new URL، وحطيت http www.google.com نقطتين 80 عند هذا البورت، والمكان الفايل. ثم بإمكاني أن أطبع كل هذه المعلومات الوحدة تلو الأخرى. إذا يمكن أن أطبع الهوست نيم، أضع يو إذا اسم الأوبجكت الموجود هنا دوت جيت هوست، هذا حيعطيني الهوست، ثم يو دوت جيت بورت حيعطيني البورت المستعمل في هذه URL، البروتوكول والفايل. سأطبق مثال الـ URL، كيف نستعمل الـ URL. سأنشأ كلاس جديدة أسميها test URL، تحتوي على المين. إذا عوضا نستعمل الـ true الـ try والـ catch، هكتب هنا throws malformed URL exception. يجب أن أستدعي الباكيج import java.net.نجمة عشان أستدعي كل الكلاسز الموجودة في هذا الباكيج. سأقوم بإنشاء URL u يساوي new URL بين قوسين، سأضع العنوان http نقطتين slash slash www .google.com، البورت 80، والاندكس .html أو htm، ثم أكتب system.out.println إذا الهوست plus إذا u.get_host عشان يرجع لي الهوست، system.out هقوم بكوبي بيست عشان يكون أسرع كتابة الكود، إذن طبعاً الهوست. الآن سنطبع البورت u.get_port، ثم هنطبع البروتوكول المستخدم protocol. إذن هنا ليس هوست لكن سنضع بروتوكول،
ثم حنضيف الباث، إذن اللي حيعطينا مكان الفايل اللي حنقرأ منه. هنا get file، ونفذ هذا البرنامج. إذا نتحصل على الهوست هو www.google.com، البورت 80، البروتوكول HTTP، والباث index.html.